الداتا مع الـ other faculties. ماشي؟ أوكي. ما شاء الله لسه نستنى شوي عشان نشوف. شايفين؟ حبلش بالسيلبس أول إشي. أوكي، هاي المحاضرة الكورس اللي هو Introduction to Public Health. طبعاً رح أكون أنا ودكتور معاوية ودكتورة ريما اللي رح يعملوا يحاضروا بهاي الكورس. طبعاً هن مقسمين بالأسابيع، أنا رح أكون أول أسبوع معكم، فأول أسبوع أنا رح أبلش معكم، بعدين دكتور معاوية، بعدين رح أرجع أنا على الأسبوع الثاني، بعدين دكتورة ريما رح تمسككم بالأسبوع الرابع والخامس، وبعدين دكتور معاوية. بيبقى أسبوع رح نقسمه بيننا، فرح نعمل announcement مين آخر أسبوع رح يعمل له coverage instruction. طبعاً الكتاب اللي أنا رح أعتمده الأساسي اللي هو Public Health 101 Improving Community Health. رح أعطيكم محاضرة واحدة من An Introduction to Community and Public Health، يعني هذا الكتاب اللي هو عبارة عن one chapter من الكتاب الثاني. طبعاً المحاضرات كل الهاند أوت رح تكون موجودة على الإي-ليرنينج، على الإي-ليرنينج، وأنا رح أعمل شير إن شاء الله مع يزن ممثل الدفعة. أنا رح أغطي أول خمس محاضرات اللي هو بيكون foundation للpublic health، يعني بعطيكم foundation للpublic health approach and public health tools. دكتور معاوية رح يغطي كمان جزء كبير من الببليك هيلث اللي هو الكوميونيكابل and non-communicable diseases والبرايمري هيلث كير. بعدين أنا رح أرجع أكمل عن الببليك هيلث تولز اللي هو social and behavioral science ولو وinstitutions of public health. بعدين بصفي دكتورة ريما هي اللي رح تعمل coverage للenvironmental and occupational public health. وبعدين بيصفي examples من tobacco ل community health and so on. okay. ودكتور معاوية كمان رح يغطي ال public health prevention and promotion programs بال public health. طبعا ال evaluation رح يكون two exams mid و final. mid و final. ال mid 50% والفاينل 50%. المد رح يكون عبارة عن أول ثلاث أسابيع من المادة. بعد أول ثلاث أسابيع من المادة رح يكون المد، والباقي بيكون ماتيريال الفاينل. الباقي رح يكون ماتيريال الفاينل. Any question؟ المد مش داخل بالفاينل لسه، ما اتفقنا، نشوف حسب علاماتكم بالمد. ايش الببليك هيلث بريفنشن؟ مين سأل هذا السؤال؟ علي؟ لا انا دكتور. بالسيستم اخذت ببليك هيلث صح؟ أخذت عن prevention strategies للcardiovascular disease أو للRS أو whatever، ما بعرف شو systems اللي أخذتوها. هاي how to prevent diseases، يعني كيف تمنع حدوث المرض، هذا منسميه public health prevention، هو المحاولة لمنع الإصابة بالمرض أو تطوير المرض. بينما public health promotion كيف هو تعزز صحتك بحيث أنه أنت تكون healthy،
إنه أنت تشتغل حالك تكون healthy. طبعاً هذا بوقته رح ينشرح in more details. أوكي؟ طبعاً كل دكتور رح يحط أسئلة عن محاضراته غير مسؤول عن أسئلة بالمحاضرات الثانية، فكل دكتور له أسلوبه له محاضراته هو بيعرف المادة اللي فيها. اليوم رح نعطي يعني brief introduction للpublic health و some concepts طبعاً مهمة رح نستخدمها طول الكورس عن الpublic health. طبعاً nobody understand what we do until something goes wrong. يعني ما حدا سامع بفيلد الpublic health أو الصحة العامة أو صحة مجتمع أو epidemiologist إلا لما يصير إشي كبير مثل pandemics، مثل ما صار بكوفيد 19. كيف نحن خلال فترة الكوفيد 19 وخصوصا بالإيرلي دايز لأنه كان في متابعة للنيوز حفيفة منا، شفنا كيف إنه الببليك هيلث ديبارتمنت بالمينستري أوف هيلث هو كان الليدينج أوف ديزيز بريفنشن وديزيز هيلث ميجر. أوكي، هون بلش تفهموا، صرتوا تسمعوا ببعض المصطلحات. غالباً هو الببليك هيلث وركر هو بيكون مسؤول عنها بغض النظر عن الباك جراوند بكالوريا. يعني الببليك هيلث هو ملتي ديسيبلينري، بيكون فيه أطباء، بيكون فيه ابديميولوجيست، بيكون فيه مختبرات، بيكون فيه نيرسز، بيكون فيه كوميونيتي بارتنرز، يعني بيكون فيه جمعيات مجتمعية، كلهم بيشتركوا بالببليك تحت مظلة الببليك هيلث. أوكي، طبعاً الهيستوري اوف ببليك هيلث بكل كتب الببليك هيلث للأسف لأنها مكتوبة بويسترن بنسلز يعني من الغرب، فهن they trace it back for their history. طبعاً هي أقدم من 1500 بي سي قبل الميلاد before Christ، بس نحن رح نبلش حسب ما الكتاب أو يعني حسب ما هو متعارف عليه بأغلب الكتب. الهيستوري في بابليك هيلث ببلش 1500 قبل الميلاد بوثيقة، أول وثيقة للقانون أو أول وثيقتين للقانون، Leviticus and Code of Hammurabi اللي هي للحضارة البابلية أو السومرية. Code of Hammurabi كان مكتوب فيها، وجدوا بالآثار مكتوب فيها مجموعة من القوانين اللي بتنظم العلاقة بين الناس including certain health measure، يعني including بعض القوانين المتعلقة بالhealth للpeople. فمشان هيك بيعتبروها إنه الهيستوري اوف بابليك هيلث ستارت فروم ذير. بس طبعا يعني اللي مطلع شوي على الحضارة المصرية اللي هي 7000 سنة قبل الميلاد بيلاقي إنه في بابليك هيلث ميجر موجودة قبل الميلاد أقدم من 1500. أوكي، بعدين ال 500 before Christ و 500 years after Christ or after birth، أول أو الفادر أوف ميديسن هيبوكريتس هو الفاوندر للميديسن، مانيفست مودرن بيرسبكتيف للببليك هيلث، فحكى إنه الديزيز متعلق بالإير والووتر أند بليس، فحدد شو هن الهيلث ديتيرمينانت. طبعاً خلال هاي الفترة كانت حضارة الإغريق أو اليونانيين وحضارة الرومان، كانت هاي الحضارة مركزة على الـ water sanitation. شو يعني water sanitation؟ إنه هن يوفروا مياه صالحة للشرب، فمنلاقي كتير من الجسور، الأنهار كلها عليها infrastructure للحضارة الرومانية لتوفير مياه صحية. بعدين بين الفترة 500 ل 1500 نحن بنسميها Middle Ages. Middle Ages طبعاً in Europe the Middle Ages كمان بيسموها Dark Ages. Dark Ages، فكانت خلال هاي الفترة أي مرض متعلق إنه هو أخطأ بحق الرب، المرض إنه مصاب بالمرض بسبب إنه هو أخطأ بحق الرب وإنه هو sinful، إنه هو إثم وهو بتحمل نتيجته، فما كانوا يدوروا على treatment
ما كانوا كانوا يعزلوهم، كان في استجماع عالية للي بيصيبوا بأمراض، وخصوصا الأمراض السيئة جدا. وكان منتشر بالدارك ايجز إشي بنسميه as intervention order to cure disease، اللي هو blood letting، اللي هو بيخلوا إنه الدم يسيل بحيث إنه يشفى من المرض، والكيمي يعني بعض العقاقير الكيميائية. طبعا Europe dark ages is our golden ages, Islamic golden ages. كان العالم الإسلامي الهيستوري للبابليك هيلث أو الهيلث أو الميديسن في ازدهار، خصوصا بعد عهد هارون الرشيد اللي هو يعتبر البيك of golden ages. خلال عهد هارون الرشيد تم ترجمة كثير من الكتب من الحضارة اليونانية والإغريقية، وخصوصا كتب الميديسن في بيت الحكمة. وبعدين الموفمنت of science بلشت بالعالم الإسلامي وبلشوا يطوروا بالميديسن. فالمودرن ميديسن it can be traced back للإفورتس تبع المسلمين ساينتست، مسلم ساينتست in medicine and anything else. فكان عندهم كتير measures of public health. كان عندهم مستشفيات شغالة 24 ساعة. تم فصل المستشفى، كان يعني بالدارك ايجز المستشفى مرتبطة بالكنيسة، لكن في العهد الإسلامي تم فصل المستشفيات عن أي هيئة، يعني أي هيئة دينية صارت منفصلة. أنشئت specialized hospitals طبعا لمرضى الليبروسي، لمرضى المنتل هيلث، هن المستشفيات متخصصة. كان في nurses mobilized medicine، إنه الدكتور بيروح بشوف المريض ببيته، كان mobilized. كان في hospitals، والhospital designs كان إنه هن بيهتموا بكل جوانب الصحة للمريض، all areas of health not just the physical pain. يعني ما بس بيهتموا بموضوع إنه مرضه كذا بعطيه دواء كذا وخلص، لا بيهتموا بجميع الأمور التانية، لدرجة إنه اللي بمرض مرض شديد بيضطر إنه المريض ينام فيه بالمستشفى، كان بس يطلع من المستشفى يعطوه راحة ويعطوه ستايبن يعني مصاري، بحيث إنه هو ما يضطر يرجع للشغل بسرعة ويرهق نفسه. So this is the golden ages of Muslim country أو middle ages. بعدين بعد 1500 و1700 AD بلش ال industrial movement بيوروب، بلشت يوروب catch up with civilization، فبلشوا يتعلموا الطب وبلشوا يطبقوا measures of health. طبعا في كتير أسماء موثقة جدا، لكن بدنا نحكي بس عن بعض الأسماء. طبعا the first one who collect health data اللي هو Grant، اللي هو بيسموه the father of descriptive epidemiology، وهو بلش يحط life tables، كان يعد عدد الموتى بلندن، يعني mainly بلندن. بعدين إجا في إقطاعي اسمه لوين هوك، هو داتش، كان لأنه عنده كتير عمال وكتير شغيلة عنده بالفيلد بالمزارع تبعته، فكان يهتم بصحة عماله بحيث إنه ما يسيبهم إشي. فبعدين لأنه هو عنده مصاري فاهتم بالميديسن، فبلش يعمل ريسيرش لحد ما هو توصل إنه هو first one to observe bacteria using microscope. أوكي؟ فبلش إنه هو. بعدين البرناردينو رامازيني كمان ببلشت أول كتاب بالأكيوبيشنال هيلث. طبعاً أكيوبيشنال هيلث أول الإبديميولوجي والأكيوبيشنال هيلث هو أول فيلد بالببليك هيلث عنده سوليد بوكس أور ببليكيشن. بعد 1700، بين 1700 و1800 اللي هو 18 سنشري، صار في increase بالdevelopment للindustrial civilization، وبلشت مفاهيم كتيرة تتغير. من ضمن theories اللي كانت most common بهاي الفترة اللي هي miasmic theory،
اللي هي بتحكي إنه الديزيز متعلق بكونديشنز موجودة بالأورجانيك ماتيريالز. فبلش يربطوا بين الانفايرومنت والديزيز، إنه أنت you get sick because of certain organic material موجودة بالانفايرومنت تبع المريض. بعدين طلعت الكونتاجيون ثيوري اللي هو العدوى، نظرية العدوى contagion theory، إنه نحنا because of transmission of germs we get sick. Transmission of germs we get sick. بعد هيك بال 1700 طبعا إدوارد جينر كان the first one to develop a well documented smallpox vaccine. أو هو عمل process، هو مش vaccine بمفهوم vaccine، هو عمل inoculation. أخذ cowpox smallpox تبع الكاو وعمل inoculation، يعني حقن نفسه فيها، عمل سمير، يعني شخط إيده وعمل سمير بالcowpox discharge. فوجد إنه بيحميك إنه أنت من smallpox. بس الinoculation practice وخصوصاً للsmallpox مش إدوارد جينر اللي بلش فيها. إدوارد جينر اللي هو documented وكان scientific approach، كان عنده scientific approach، لكن كانت الحضارة العثمانية كاملة بهداك الوقت أغلب اللي تحت الأوتمان إمباير بيعملوا الإنوكيليشن as a يعني social practice، يعني زي طب شعبي، okay not as a modern medicine. وكمان traced back للحضارة الهندية القديمة جدا، إنه هن كانوا بيعملوا إنوكيليشن لcertain diseases in order to protect themselves of getting sick من disease. بس the first scientific approach for vaccination كان إدوارد جينر. طبعاً بال 19th century تفضلي. بس أغلبك أخذ نقطة ما فهمته، إنه كيف بتصير؟ احكي لي السؤال. هلأ مين اللي اخترع الفاكسين للسمول بوكس بكتب الميديسن؟ شخص اسمه إدوارد جينر. أوكي. هلأ شو كيف عمل الفاكسين بالأساليب البدائية؟ راح أخذ، بتعرفوا السمول بوكس بيكون فيه ديسشارج من البستلز تبعتها، أوكي، من يعني من حبوب السمول بوكس بيكون فيه ديسشارج، ياخذوا الديسشارج من كان كمان كالأبقار كانت تصاب بالسمول بوكس، فكان ياخذ الديسشارج من السمول بوكس للأبقار، يجي يجرح حاله ويحط هذا الديسشارج على إيده المجروحة. هاي البروسيس بنسميها inoculation. أوكي؟ تمام، شكرا. هاي تفضل دكتورة. السمول بوكس inoculation اللي بدأ فيها، يعني بدأوا في تجربتها في زمن العثمانيين؟ لا، كان common practice في زمن العثمانيين، واللي طبقها أول واحد إدوارد جينر، اللي بروف إنه الميثود فعالة using scientific method إدوارد جينر. تمام دكتور. هلا هي القصة كانت كالآتي، إنه كان سفير بريطانيا لما بالدولة العثمانية، كانت زوجته تروح على الحمامات التركية، حمامات السوق، فكانت تلاحظ إنه أجساد النساء ما فيها ماركس. تعرفوا اللي بيصاب بسمول بوكس بعد ما يطيب بيكون عنده مارك، يعني حبوب هيك كل جسمه مبقع، فلاحظت إنه ما حدا جسمه مبقع، فسألت النساء بالحمامات العثمانية فوجدوا، فعرفت إنه هن بيعملوا الإنوكيليشن فما بينصابوا بالسمول بوكس، فراحت خلت ابنها يعمل inoculation. لما رجعوا للندن بهديك الفترة، طبعا كتبت في وثائق، يعني اللي بدور على الليدي ماري، ليدي ماري بيشوف انه انه كتبت عن the practice of inoculation of smallpox and how to prevent getting sick of smallpox. طبعا smallpox يعني مرض خطير بهداك الوقت، كان يؤدي الى عديد من الوفيات. فبعديها بلشوا ينتبهوا للهاي البراكتس
وبلشوا يستخدموها بلندن وبريطانيا، وبعدين انتشرت لأوروبا، بعدين تحولت المفهوم البدائي للإنكيليشن للفاكسينيشن اللي نحن حالياً نعرفه. أوكي؟ طبعاً هي مش معروف مين أول واحد بلش الإنكيليشن، لأنه هي traced back مش بس للحضارة للإمبراطورية العثمانية، هي traced back للبراكتس ببعض المناطق بالهند، يعني 3000 BC and something like that. Okay, اللي هو the practice of inoculation. Okay, نكمل. هلا نمشي بالوقت. The 19th century. طبعا صار فيه huge advance بالmedicine والhealth. Okay. ف huge advance mainly بالpublic health. ليش؟ لأنه صاروا الناس يهاجروا من القرى للمدن. فصارت المدن مكتظة، وكانت لندن بهذه الفترة أو الهاي هي يعني عبارة عن مكرهة صحية، يعني كانوا they get sick. أوكي؟ فمن كتر كوامل الزبالة ومن كتر الأمور، أوكي؟ لأنه صار في هجرة، في big influx للناس للcities، لأنه هن بدهم يشتغلوا. فهي الindustrial revolution end up إنه huge amount of people at the same place. بلش البناء يصير أفقي، يعني عمودي، بلش طوابق، فصار في عدد ناس كتير كبير، فصار في مشكلة إنه نحن نحصل على مية نظيفة، صار في مشكلة بالمجاري اللي هو السيوج، هاي كلها منسميها sanitation. طبعاً نيويورك في 19th century كانوا يقولوا عنها إنه هي الـ amount of trash بيوصل النية. كانوا يستخدموا البيجز حتى ينطفوا السوج أو الأشياء اللي مش نظيفة بنيويورك. بعدين بلشوا الناس يجمعوا حالهم، وخصوصاً اللي دارسين medicine أو health stuff، بلشوا يعملوا جمعيات community بحيث إنهم يحسنوا الوضع الصحي. فأنشأوا الأمريكان بابليك هيلث أسوسيشن in 1872. لحد الآن أمريكان بابليك هيلث أسوسيشن موجودة وفعالة بأمريكا، اللي هي ABHA. تقدروا تفوتوا على الويب سايت وتشوفوا الهاي. فكان أول إفورت لإلها to address a public health a problem إنه هي تنظف مدينة نيويورك من التراش، بحيث إنه ينعكس هذا الإشي على صحة الناس اللي ساكنين بمدينة نيويورك. أوكي، بالقرن اللي بعده اللي هو 1019 and on لحد الآن تقريباً خلص نحن بلشنا الـ age of modern advanced modern medicine. بلشت الاكتشافات تتوالى وتيرتها بسرعة عالية بمجال الميديسن، وكان في outbreaks كتيرة أو pandemics، من ضمنها الانفلونزا outbreak الباندميك اللي قتل عدد ناس كتير كبير. وتم اختراع البنسلين الانتيبيوتيك باي ألكسندر فليمينج، وبعدين تم إنشاء CDC بال1946 و WHO as a global organization بال1948 in order to address public health issues among general population. طبعا هذا تايم لاين لحد ما نحن وصلنا للكورونا فيروس، يعني هو efforts هاي. طبعا خلال هاي الفترة صار فيه huge reduction بالdeath rate. huge reduction بالdeath rate. ليش؟ اختراع الانتيبيوتيك قلل الديث ريت من البكتيريال انفكشن. كمان الجود سانيتيشن اند ووتر كلين ووتر خلى الناس ما يمرضوا بشكل كبير زي ما كانوا زمان يموتوا من الكوليرا وان ستف لايك ذات بسبب انه الووتر كونتامينيتد وذ ستف. ومش بس هيك، الفاكسينيشن قلل الدف من بعض الفيرال ديزيزز خصوصا among children مثل smallpox, typhus and so on.
بلشوا يخترعوا vaccines, different vaccines. فهاي it's a huge milestone للpublic health effort. للpublic health effort. هلأ الhistory of public health مش مطالبين فيه تحفظوه. أوكي؟ يعني بالامتحان أنا ما رح أسألكم سؤال عن الهيستوري. Just for fun. هلأ من هذا السلايد on ممكن يفوت بالامتحان. طبعاً أنتوا لأنه oriented على الامتحان. لا لا سنوات ولا تواريخ تنحفظ. Anyway. هلأ شو definition of health؟ شو definition of health؟ رح ناخد الـ WHO definition of health لأنه هو comprehensive definition أو شامل. It's a state of complete physical, mental and social well-being. Well-being. يعني هو شخص ما عنده مشاكل جسدية physical, ما عنده مشاكل نفسية mental, وsocially active person. يعني هو socially مبسوط ومرتاح وكله. And it's not just the absence of disease. يعني مش بس إنه أنت مش مريض خلاص أنت يعني healthy. No. طيب, what do you mean by public health? طبعاً بال 1900 قلت لكم الموفمنت للpublic health كانت سريعة الوتيرة. فوينسلو عرف الpublic health as the science and art of preventing diseases. أي واحد. Prolonging life and promoting health through organized community effort. يعني هو effort جماعي مش فردي مش أفراد, هو effort جماعي خصوصا من المجتمع in order to prevent diseases, prolong life or having higher life expectancy, يعني نعيش أطول من غير أمراض, promoting health. فبناء على هذا التعريف نحن بنقدر انه في multiple things related للpublic health, منها surveillance, monitoring, analysis, outbreaks, epidemic, disease prevention, communication, risk research and health promotion. So it's a multidisciplinary, يعني هو multiple discipline, هو ال effort of multiple discipline. So why it's important. نحن حكينا بالهيستوري اوف بابليك هيلث انه بال 1900 صار في تطور كبير على الفاكسينز, صار في عنا كتير فاكسينز وصار في اختراع الانتي بايوتيك, فالديث ريت قل, ديث ريت قل, فصاروا الناس يعيشوا اكثر, فصار في جين بالعمر. تقريبا هذا الجين حكوا انه هو 30 سنه, عمر الانسان زاد 30 سنة بال 1900. كلها ال 30 سنة تقريبا 25 سنة contributed to public health effort, مش للميديسن مش للكلينيكال كير, contributed للpublic health effort اللي هو mainly الانتيبيوتيك والفاكسينز اللي قلل من الانفكشنز ديزيزز ريت, فقلل الديث due to infectious diseases. والكلينيكال كير أو الميديكال كير contributed only to 5 years, يعني prolong life for 5 years. فهذا الgain of age هو بيخلي الpublic health important لأنه الإفورت الجماعي نتائجه أكبر بكتير من الإفورت الفردي. There is a three core function للpublic health, يعني هي إلها ثلاث وظائف مهمة, three core function. حسب الـ International Organization of Medicine, الـ IOM, حددت الـ Public Health إنه هو مسؤولية اجتماعية أو مجتمعية, the fulfillment of society's interest in assuring the conditions in which people can be healthy. يعني نحن منوفر ومنهيئ للناس كل إشي نقدر نعمله بحيث إنه هن يكونوا healthy, بحيث إنه يكونوا هن physically, mentally and socially healthy, okay or well being. فالcore functions للpublic health إلها three domains,
دومين الأول assessment، دومين الثاني policy development، دومين الثالث assurance. okay what do you mean by assessment؟ نحنا we monitor health or we monitor disease rates. غالبا public health تكون مرتبطة بوزارة الصحة، فهي دائما بتشوف الـ disease rates، الـ prevalence، الـ incidence، كم واحد مريض بمرض فلاني، كم واحد مريض بكذا، كم واحد مات من مرض الهاي. فهي monitoring health. طبعا بيصير في documentation and data collection. diagnosis and investigate health problem. لما يكون في عندنا health problem لازم ينفتح investigation in order to understand why this happened and how we can prevent it. Okay. Policy development. بعدين وزارة الصحة بتحط قوانين صحية. قوانين صحية. البسوا الكمامة. ممنوع تجمع أكثر من 20 شخص في مكان واحد. هاي منسميها policies. Health policies. How to develop, how policy, how will or Ministry of Health develop a policy? They inform, educate, and empower people. طبعاً جزء من ال health policy بيكون الأشخاص أو المجتمع اللي موجه لإله هاي البوليسي. فلازم إنه نحكي لهم ونعلمهم ونفهمهم ليش لازم يلبسوا كمامة، ليش لازم ما يتجمعوا بأشخاص كبير. So we have to inform people. We should طبعا Ministry of Health بتكون partners مع mobilized community، تعمل partnership مع جمعيات مجتمعية، لأنه غالبا الناس إمتى بيعملوا جمعية؟ لما يكون في مشكلة. فهاي الجمعيات بتساعد الـ public health authorities إنهم to define the problem and to find solutions suitable for that group of people. Okay. Then they write the policy. بعدين بكتبوا السياسة المتعلقة بالpublic health. بعدين تيجي الassurance function. الassurance function شو هي؟ Enforce the health laws. يعني مثلا نحن فرضنا انه ينلبس كمامة بيكون عليها غرامة، وبيكون الشرطة هي اللي بتحرر مخالفات الغرامات. هاي منسميها law enforcement. يعني we enforce law and regulation on people. للي ما بيلتزم لحاله. Link people. لما يكون حدا عنده مشكلة معينة بيكون public health authorities إنه يدل الأشخاص وين يروحوا وين يتوجهوا بحيث إنه هنا يحلوا مشكلتهم. وفي منهم كتير بيكون في يعني clinics تكون مربوطة بسموها public health and community health clinic. اللي هي عيادات مجتمعية. Assure a competent public health and personal health care worker. نحن حكينا it's a multidisciplinary field. يعني بدنا worker من جميع التخصصات، من أطباء، من تمريض، من مختبرات، من social workers، من rehab. فكل التخصصات لازم يكون جزء منهم متخصص بالpublic health. بعدين أي effort بيعملوه البابليك هيلث اوثورتي لازم يعملوا له ايفالويشن للإفكتيفنس. يعني اذا عملوا بروجرام حتى انه يقللوا نسبه المدخنين بالاردن، بعد فتره بيعملوا اسسمنت للبروجرام انه هل فعلا دكتورة ما في صوت.
دكتورة ما في صوت. هلأ في صوت سامعيني؟ يس رجع. أوكي. خلينا نرجع to share screen. Go back. من هذا السلايد وقفنا؟ يب. أوكي. دكتورة؟ تفضلي. كنت تعطي قبل هذا السلايد بمعلومة وما كملتيها، يعني أنت عن آخر إشي أيوة الإيفوليوشن كنت تحكي آخر شيء وبعدين انتقلتي وقطع الصوت ما كملت المعلومة. أوكي. هلأ evaluation لما الببليك هيلث أوثورتيز يحطوا بروجرام أو بوليسي معينة لازم يعملوا لها evaluation إذا هاي البوليسي كانت effective to reduce مثلا certain disease rate أو يقلل هاي. مثال عليها أنه لما تشتغل الحكومة على تقليل عدد المدخنين بتعمل اللي هو smoking cessation program، بعد فترة collect data and evaluate the effectiveness، هل نجحت بتقليل نسبة التدخين أم لا. أوكي، هاي البروسيس نسميها evaluation. أوكي، نسميها evaluation. أهم function بربط كل الثري فانكشنز وكل الابروتشز تبعون الببليك هيلث اللي هو الريسيرش كولكتينج انالايزينج داتا. يعني فالريسيرش جزء مهم من كل فيلد بالميديسن وكل فيلد بالببليك هيلث او ديسيبلين. في مشكله بالصوت ولا شو؟ لا ما في. اوكي. الببليك هيلث ديسيبلين انكلود ابيديميولوجي، بايوستاتستكس، بايوميديكال ساينسز، انفايرومنت هيلث، سوشيال ساينسز اند هيلث بوليسي اند مانجمنت. هاي ديفرنت ديسيبلين اوف ببليك هيلث. شو الفرق بين الببليك هيلث والكلينيكال كير او الميديكال كير؟ يعني شو الفرق بين واحد بيشتغل از ببليك هيلث وركر ولا انتو كاطباء؟ ببليك هيلث بيركز على a group of people أو the entire population. Population اللي هي a group of people ممكن يكونوا كل سكان الأردن أو ممكن يكون كل مرضى diabetes. هدلهم نسميهم population group of people. فتركيز ال public health بيكون عمل جماعي بينما ال clinical care address the problem of individuals. أنت بتركز على المريض شو بيشتكي شو بده أدوية تعطي المريض. أوكي. طبعا تطبيق الببليك هيلث او البوبوليشن هيلث انه هو to prevent promote the whole community health، بينما بالكلينيكال كير سيتنج بيكون بس diagnosis وتريتمنت وبيركز على one patient per time. اوكي، فهيك بيكون الفرق بين الببليك هيلث والكلينيكال كير. سو ببليك هيلث ابروتش يعني الوسائل اللي نستخدمها بالببليك هيلث بتبلش in order to address certain problem لحد ما يصير في عنا action أو response معين. بيكون أول إشي بنعمله surveillance، we collect data، we define what is the problem. بعد هيك we should know what are the causes of that problem. So بنعمل research، بنحدد الريسك فاكتور، وبنعمل identification لكل ال causes أو ال possible causes لcertain disease. بعدين we develop intervention. شو يعني intervention؟ ممكن تكون دواء جديد، ممكن تكون program، يعني مثلاً physical activity program، self management، diabetes self management program، هاي بنسميها program. كمان يطلق عليها intervention. بنعمل بايلوت ستدي وبنعمل ايفالويشن للبروجرام اذا نجح مثلا بالاهداف تبعته، نعمل امبلمنتيشن وايد امبلمنتيشن لكل الناس. اوكي. هلا ببليك هيلث ساينسز بيركز على اللي حكينا انه ممكن يشتغل فيه اكثر من شخص،
اللي هو health prevention بيكون في worker خاصين لهم, epidemiologist, labs بيكون في عنا bioinformatics أو data حتى يعني IT ممكن يشتغل بالpublic health, بيكون في عنا surveillance اللي هو continuous data collection. Why we should focus on everyone, okay, not individual. هلأ غالباً الpublic health بيركز على groups. هلأ الجروب بينقسموا لفئتين, vulnerable group أو high risk group و everyone اللي هو entire population, okay, entire population. شو الفرق بين two approach؟ high risk group أو vulnerable group هن بيكونوا عندهم high risk of developing certain disease. يعني السموكرز هن جروب المدخنين أو جماعة المدخنين بيكونوا at higher risk of developing lung cancer. فالمدخنين بنسميهم high risk group. هلأ إذا ركزنا عليهم بالبروغرام in order to reduce lung cancer among smokers, إحنا شو بنعمل؟ نرجع طبعاً شوية بيوستات. هاي ريسك جروب بيمثلوا جزء من كامل المجتمع, يعني هاي المجتمع كامل بيكون الهاي ريسك جروب الجزء اللي at higher risk of developing the disease. إذا نحن قللنا الريت زي كأنه نحن شطبنا من هاي الجهة, فشو بيصير بالميديان؟ بنعمل له شيفت بسيط لهاي الجهة, أوكي؟ فشو بيصير بالأفريج أوف ديزيز ريت؟ بنعمل له شيفت لور بقل, بس بقل بشكل بسيط. هذا بنفع لما يكون الديزيز يعني بريفالنس قليل, يعني مش رير بس إنه قليل, يعني أكسبتبل. بينما لما يكون الديزيز أو المشكلة عامة لكل المجتمع, فنحن بنلجأ للأبروتش اللي هو الانتاير بوبوليشن, يعني we address البروبلم لكل فئات المجتمع بغض النظر عنده الديزيز أو ما عنده الديزيز, أوكي؟ فنحن we improve the average, the entire average of that population. مثل الكوفيد 19, يعني نسبة الإصابة كانت 14% من الأشخاص, بس لأنه الديزيز very contagious حتى الـ 14%, it's significant إنه نحن نجبر كل المواطنين يرتدوا كمامة بحيث نقدر نقلل من الديزيز ريت بالمجتمع كامل ككل. أوكي, أنا رح أوقف هون, وهذا السلايد بكمله بالمحاضرة القادمة منشان ما نتأخر عليكم لأنه عندكم محاضرة. وقت هاي المحاضرة رح يتغير, أنا رح أبلغ يزن اليوم بوقت المحاضرة, أوكي؟ فمنشوفكم إن شاء الله. حدا عنده سؤال على اللي حكيناه؟ لا دكتورة, تقريبا أي ساعة رح تكون المحاضرة يعني؟ لأنه في مواد حرة فنزلينها فيمكن تتضارب. هلأ أنا بس بحكي ليزن ومنشوف, ما بعرف. هلأ نحن رح نلتزم بالجدول اللي موجود حالياً, يعني رح ننقي وقت من وقتين, يعني أنا رح أعطي المحاضرة مرتين, مرة يعني أوكي دبل. أوكي, فاللي ما بزبط معه هذا الوقت بزبط معه الثاني. تمام, شكراً دكتورة. ماشي, يعطيكم العافية وشكراً لكم. الحمد لله. الله يعافيكم. شكرا.